التحديات والفرص في الإعلام العلمي بالعالم العربي كان هو العنوان للجلسة النقاشية التي جاءت ضمن جلسات الملتقى العربي للصحافة العلمية الذي نظمه مركز كمال أدم للصحافة التلفزيونية والرقمية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي أدارها الإعلامي والكاتب الصحفي مفيد فوزي مع عدد من الكتاب والصحفيين. سر اهتمامي إن أنا أحضر هذا المؤتمر وشارك فيه محاورا هو فيلم الفنكوش. فيلم الفنكوش طلع فيه عادل إمام بيعمل اختراع اسمه الفنكوش، وبيشاركه أحمد راتب علشان خاطر الفنكوش ده يعم الدنيا كلها منتج. فعادل إمام اللي هو اسمه صلاح راح للعالم أيوب وحط قدامه 8000 جنيه فسال لعاب العالم. التحديات بالنسبة للإعلام العلمي يعني متهيألي معروفة، في مش كل الناس بتحس إن العلوم دي أخبار مهمة أو تمس حياتهم بشكل مباشر، فبتعتبرها جزء من الرفاهيات، في حين إن هي في الحقيقة حاجات ضرورية جدا. المشاركون أكدوا على أهمية تطور الأساليب في كيفية توصيل المعلومة الصحيحة للمتلقي لمواجهة التحديات الراهنة على الساحة الإعلامية، كإشكالية المصطلح الإعلامي والمحتوى وكيفية تبسيطه وجذب الجمهور. شد انتباه قارئ بقى حاجة صعبة، عشان نوصل له المعلومة لازم نفكر بالطريقة اللي هو بيفكر فيها، لازم ما نفكرش بس في المعلومة، نفكر هنقدمها ازاي بمحتوى اللي هو بيسموه مالتي ميديا. جلسة مخيفة جدا، كنت قلقانة جدا ومتوترة لأن أستاذ مفيد طبعا حد عملاق حوار، بس يعني أظن أن الدنيا هتبقى لطيفة إن شاء الله. إن شاء الله. بشكل عام التحديات الموجودة في مجال الإعلام العلمي في حاجات معروفة ومحددة، منها إشكالية المصطلح العلمي، المحتوى وآلية تبسيطه، جذب الجمهور العام لده. المشكلة اللي يمكن الأكثر تعقيدا شوية هو مع المشاكل المرتبطة بصناعة الإعلام في مصر. أحمد غنيم، قناة النهار.